هنا بقى نيجي لنقطة مهمة جدا. احنا قلنا ان القسم يعني قسم الـ ER عنده مشاكل داخلية، يعني منه فيه بيتعامل في مشاكله داخل القسم بالبوليسيز والبروسيدرز والجايدلاينز والباثويز اللي هو نفسه عملها واقر بيها ان ده احسن باثوي وده احسن جايدلاين وانا همشي عليه. طيب ده متطلبه داخل القسم، لو في مشكلة حصلت داخل القسم بيتصرفوا فيها، بنسمي المعاملة دي اللي هي داخل القسم بنسميها انترا ديبارتمنت، يعني داخلية. لكن القسم ده اللي هو الاي ار جات له حالة وبعدين والله هو عايز يعمل لابوراتوري انفستيجيشن، فبيسحب عينة ويبعتها ليه لابوراتوري. اللابوراتوري او المختبر ده قسم منفصل لحاله. الاي ار عنده متطلب، المتطلب بتاعه هو ايه؟ انه عايز يودي عينة لللابوراتوري، يعني اصبح فيه انتر اكشن او تقاطع ما بين قسم الاي ار وقسم المختبر. كمان المختبر نفسه عنده متطلب، ازاي تجيب لي العينه وتكتب ايه وتعمل ايه والاوردر بتاعها ازاي، والمتطلب بتاع الاي ار هتجيب لي الحاجه امتى وتجيبها لي بكواليتي شكلها عامله ازاي وكده. اذا في تقاطع زي ما انتم شايفين بين القسمين وبعضه، ده اسمه انترسكشن. التقاطع ده في مشاكل كبيره، لان لو ما فيش توفيق في الإجراءات اللي بتحصل أثناء التقاطع هتحصل مشاكل جامدة جدا. ده ما بيسلمنيش الحاجة صح، ده بيعمل حاجة غلط، طب الريزلت طلعت غلط، ويقعدوا يرموا الكلام على بعض. الكلام ده احنا بنسميه هنا ايه؟ بنسميه interdisciplinary أو interdepartmental، مش انترا، انتر. انتر يعني بين الأقسام، انترا داخل القسم، يبقى interdisciplinary، intradepartmental أو cross function. يعني الفانكشن عدت من الاي ار راحت للايه؟ لللابوراتوري ورجعت تاني للاي ار. طيب مين اللي هيكون العلاقه دي؟ هل العلاقه دي الجوده بتقدمها يعني، ولا في حاجه بتسلك الامور؟ لا مفيش. اللي بيسلك الامور ده او اللي بيعمل ديفلوبمنت للعلاقه دي هم القسمين نفسهم. تعال يقعدوا مع بعض، انت عايز ايه؟ انا عايز كذا كذا، تجيب لي حاجه كذا، وانا عايز تجيب لي العينه بالشكل الفلاني وتجيبها لي في الوقت الفلاني. يتفاهموا مع بعض ويحطوا خطه للانترسكشن ده علشان كله يمشي عليه. Responsibility for development and implementation of specific methodologies is not prescribed. ما بتتكتبش الحاجات دي، يعني مش موجوده في كتب ان ازاي يتعامل قسم مع قسم، لان الريسبونسابيلتي بتختلف من قسم لقسم ومن مستشفى لمستشفى ومن بروسس لبروسس. الدنيا يعني فيها variation. طيب هنرجع الكلام ده مين؟ It is assumed that a team approach will be the norm. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاثنين يجتمعوا مع بعض، يتفقوا مع بعض على هنعمل ايه في الانترسكشن او مرحلة التقاطع اللي موجودة دي، وبعدين نكتب الكلام ده. كتبناه بقت العلاقة قائمة. من اشهر العلاقات اللي موجودة علاقة الاو ار او التخدير بكل الجراحات. التخدير بيبقى لهم متطلب في العيان وازاي يستلم العيان وازاي يسلم العيان يرجعه تاني. نيجي بقى الكلام مهم لازم يتحفظ، ودي حاجات بتاعت امتحانات. Each department or setting in the healthcare organization must participate in the organization-wide quality management performance improvement activities. كل الديبارتمنتس مسؤولة عن انها تشارك في عملية التحسين في الجودة. لازم، ده must. لو في قسم ما بيشاركش ده مشكلة كبيرة جدا. برضو السطرين دول سطرين امتحانات. All organization functions are the responsibility of department, service and setting as applicable. مين المسؤول عن الفانكشنز الموجودة في الorganization؟ الأعمال اللي بتحصل داخل الorganization، at department. كل department لازم يشارك في الجودة. كل الفانكشنز اللي بتتعمل في الorganization مسؤولية الديبارتمنت. في حاجتين بس مش مسؤولية الديبارتمنت. احنا بنرمي شابتر 2 وشابتر 4 اللي هو الليدرشيب والانفورميشن مانجمنت. المسؤولين عن الاثنين دول الليدرشيب والانفورميشن مانجمنت البرفورمانس امبروفمنت كادمنستريتيف، يعني الجوده مسؤوله من الناحيه التقنيه، من ناحيه الاداره ازاي تدير عمليه الليدرشيب وعمليه الانفورميشن، يعني هيبقى تابع للجوده. لكن الاكتوال performance واللي بيسجله مين؟ هو القسم، زي ما هنقول دلوقتي. طب احنا نفكركم بكلام قلناه في البلاننج. هل كل قسم لازم يكتب
البلان بتاعته هتعمل ايه في السنه لا، الاسم مش مسؤول عن انه يكتب اي نوع من انواع بلانز، ولا الريجوليشنز هتيجي تساله، ولا الاكريديتيشن هيجوا يسالوا الاسم فين خطتكم. يبقى انا ما عنديش مشكله في الخطه، لكن ايه المطلوب في القسم؟ المطلوب في كل ديبارتمنت ان يبقى فيه ديتيل دوكيومنتيشن اوف اكسبكتيشن اند ميثودولوجيز، كل الطرق والتوقعات والاوتكمز والبروسس اللي موجوده داخل الاسم لازم تكون دوكيومنتد ومكتوبه. ليه؟ لان انا اصلا بقارن الستاندردز المكتوبه بالاكتوال بيرفورمانس، فلازم انا علشان اعمل عمليه المقارنه دي احسب دوكيومنتيشن. الدوكيومنتيشن يعني كل حاجة مكتوبة زي في الفايل الميديكال ريكورد، وزي في الكمبيوترايزد سيستم لو احنا هنحط التذاكر بتاعتنا موجودة على السيستم. It is the department responsibility to identify and participate in. يبقى كده واجبات الديبارتمنت بتاعتنا اللي لازم تعملها داخل الاورجنايزيشن. لازم كل قسم يكون عارف الفانكشن اللي هو بيعملها والفانكشنز اللي الاذر ديبارتمنتس بتعملها. يبقى انا بعرف اورجانيزيشن وايد فانكشنز سبيشالي الفانكشن بتاعتي، وبصفه عامه لازم اكون عارف الناس الثانيه بتعمل ايه علشان ما احول حاله من هنا لهنا، بكون كل واحد عارف انتاجيته شكلها عامله ازاي، واقدر احول حاله وتروح من قسم الى قسم من ده السهولة. لازم كل ديبارتمنت يشارك في البروسيس والاوتكم اللي له علاقه بالديبارتمنت بتاعه، لازم يكون عارفه كويس ولازم يشارك في الشغل بتاعه. النقطه الثالثه identification of indicators to measure the performance of function process and outcome. كل قسم لازم يكون عارف الانديكيتورز بتاعته وعارف ازاي يعمل له الميجر بتاعه، سواء كان على مستوى البروسيس او كان على مستوى الاوتكم. النقطه الرابعه data collection analysis interpretation of data information received. دلوقتي مين اللي بيعمل تحليل الداتا؟ القسم هو اللي بيطلع الداتا ويظبطها ويطلع الانتاجيه اللي فيها ويطلع جرافس ويرميها فين؟ يرميها على الكواليتي، والكواليتي يعمل لها prioritization وبعدين يرجعها للاسم تاني، يقول والله انت عندك موضوع كذا وموضوع كذا عايزين تعمل. مين اللي بياخد الداتا؟ تاني اهو داتا كولكشن والاناليسيس والانتربريتيشن بتتم عن طريق الديبارتمنت. النقطة الخامسة serve on quality planning and quality improvement teams. أنا دلوقتي لما يحصل عملية تخطيط داخل المستشفى لازم الاسم يساعد في عملية التخطيط، يعني لازم يدي آراءه عشان يساعد الأورجنايزيشن إن القسم ده يتحسن. هو مين اللي بيدير القسم؟ الناس اللي جواه، وهم اللي بيشوفوا كل المشاكل الموجودة، مفيش مانع إن هم يعملوا planning ويشاركوا الكلام ده مع الأورجنايزيشن. والحاجة التانية انه لازم يخدم على الكواليتي امبروفمنت تيمز اللي بيعينها الكواليتي كونسل. لو الكواليتي كونسل عين الامبروفمنت تيمز لازم يتعاونوا معاه، يعني لازم يكون في سهولة في تطبيق الشغل بتاعهم، لان هم الناس دي جايين يحسنوا. يعني هعملوا ايه؟ هعملوا بلاننج ويعملوا دراسة ويلموا ديتا وبعد كده يحطوا خطة ويعملوها امبلمنتيشن ويعملوا بايلوت تيستنج وبعدين ينشروها في المؤسسة كلها. الناس دي محتاجة مساعدة من القسم، مش معقول يكون دول ناس بيشتغلوا لوحدهم في حته تانية. النقطة الستة والأخيرة organization wide strategic and quality planning activities. لازم أنا أعمل participation أو أساعد في ال strategic وال quality planning activities. زي ما قلنا أن ال quality planning جزئية، لكن ال strategic and quality planning activities قضية تانية. دي لها علاقة بال initiatives، الحاجات اللي بتيجي من فوق، ولما الاقي في حاجه استراتيجيه لازم احط لها اولويه ان انا احسنها. يعني القسم نفسه لما يلاقي ان المؤسسه بص على الجزئيه دي وانها استراتيجيك، زي مثلا بيشنت سيفتي، زي مثلا انفكشن كنترول، الحاجات دي كلها حاجات استراتيجيك، خلاص انا اركز عليها واسيبني من الحاجات اللي هي البسيطه الصغيره. يبقى بد من القسم يشارك في الاستراتيجيك اند كواليتي بلاننج اكتيفيتي. ده ما يخص القسم. لو هتسمع في السؤال ديبارتمنت او ستاف، ده معناها انك انت بتتكلم على محور القسم. ده مسؤولية الorganization review process اللي هو مراجعة كل ما يحدث داخل القسم على حدة وعلاقة الأقسام ببعضها. إن شاء الله المحاضرة اللي جاية نتكلم عن الكلينيكال بروسيس ريفيو.